بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن حاجة جديدة وهي اللود سيل، وإزاي بتتوصل على البي ال سي بتاعنا اللي هو كيلكم. معلم بالخير موجود معانا دلوقتي، ده بيحول إشارة اللود سيل بتاعت البي إشارة يا إما من 0 ل 10 فولت يا إما من 4 ل 20 ملي أمبير زي ما أنا محتاج. أول حاجة هنتكلم عليها إزاي نوصل اللود سيل بتاعتنا. تمام، نفتح الكاميرا بحيث يبقى عملية التوصيل نفسها واضحة معانا. تمام، ديت اللود سيل اللي احنا هنشتغل عليها. تمام، اسمها بي اس تي موديل. تمام، ممكن برضه تخش على النت ونجيب التوصيل بتاعها اللي هنتكلم عليه دلوقتي، وده الامبليفاير بتاعنا اللي هنشتغل عليه. تمام، دي توصيل الامبليفاير بتاعنا عشان تبقى واضحة قدامكم. برضه دي الرسمة بتاعتنا بتبقى موجودة على المواقع بتاعنا. تمام، نوضح لحضراتكم دلوقتي ازاي عملية التوصيل بتتم. ماشي، عندنا في طرف واحد واثنين، دول طرف واحد لو اكزيتيشن موجب، وطرف ثلاثة طرف أربعة لو اكزيتيشن سالب، واثنين سيجنال موجب وثلاثة سيجنال سالب. تمام، هنوضح برضه لحضراتكم الأطراف اللي هي بتاعة اللود سيل. اللود سيل معانا في أربع أطراف. تمام، الطرف الأحمر اللي هو الاكزيتيشن الموجب، والطرف الأسود اللي هو اكزيتيشن سالب، والسيجنال الموجب اللي هو الأبيض، والسيجنال سالب اللي هو الأخضر. تمام، وده الأمبليفاير بتاعنا. تمام، ما نيجي برضو نوصل الأمبليفاير فيه على 9، ده بيكون واخد سالب 24 فولت، على 8 بتكون إشارة الأنالوج بتاعتي اللي هي من 0 ل 10 فولت. لو وصلت على 7 فأنا واخد من 4 ل 20 ملي أمبير، والستة دي بتاخد موجب 24 فولت. يبقى أنا إشارة الأنالوج بتاعتي اللي رايحة على البي سي جاية من 8 أنالوج موجب، وباخد الـ9 ده الكومن بتاعه اللي هو سالب 24 فولت. تمام، دي توصيل اللود سيل على الأمبليفاير بتاعنا عشان أحولها من إشارة جاية بالملي فولت ل 0 ل 10 فولت بحيث إن أنا أقدر أستخدمها. ما نيجي نشوف البرنامج بتاعنا، زي ما حضراتكم شايفين دي إشارة الأنالوج إنبوت وورد 0، إشارة الأنالوج في بي ال سي كينفو بتاعنا. لما أجي أضغط على الوزن ألاقي القيمة بتاعتي بتتغير، آخد بقى القيمة اللي هي اللي موجودة اللي معايا ديت وأستخدمها في البرنامج، وأقدر أحول الإشارة بتاعتي اللي هي جاية من 0 ل 10 فولت اللي هي بتشير إلى الوزن بتاعي، أستخدمها جوه البرنامج وأقدر أستخدمها. تمام كده، المفروض إن كل التوصيلات بتاعتنا وضحت مع حضراتكم، الأطراف اللي هي بتاع اللود سيل وأطراف الأمبليفاير اللي أقدر أستخدمها عشان أحصل منها على إشارة الوزن. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.